سامعين ومشاهدين. واديب يا مرحبا. يا هلا بك. يا مرحبا ومسهلا. يا هلا بك. حي الله الصوت. حي وتبقى. واديب اليوم وش بتتحفنا به عن الجمعية وجمالها؟ يا حبيبي أبو عبد المحسن، أبو علي تو قال دمعة يتيم. كثير من الشعار وكثير من التوجد، والواحد اللي يبغى يصف حاله دائم يقول دمعة يتيم، فدائم تمثلون الشعار بدمعة اليتيم، من قوة دمع اليتيم وحرارة دمع اليتيم والوضع اللي هو. ففعلا دمعة اليتيم تحرق، ودمعة اليتيم غالية، فلو ما كانت كذا ما توصفها وتمثل بالشعار. فأنا أقول نذكر بعضنا دائم، خاصة عاد اللي عنده عيال، عنده بنات صغار، كذا خذ نفسك بخلوة بسيطة بس، وتذكر بعد أمر طويل قل أنا الآن خذ الله أمانته وتوفيت، عيالي شو بيصير عليهم؟ من بيرعاهم؟ من بيكفلهم؟ كيف يصيرون بعد شهر شهرين سنة سنتين؟ وش بيكونون؟ أذكر واحد من الشباب جاء شغال بالنادي، عندنا نادي البنين، وقال أبو أديب نصيحة بك تنصحن، وش نسوي مع الأيتام وكيف نتعامل واللي تقدر عليه. قلت والله شوف أخوي إبراهيم، أنا دائم أجي للنادي، والنادي طبعا يأخذ من يستقبل من الرابع ابتدائي إلى السنة التحضيرية للجامعة، فدائم أشوف اللي برابع ابتدائي وخمس ابتدائي يلعبون، والأيتام وهذا يضحك وهذا مبسوط وهذا يتخانق مع هذا. فأقول أجي أنا عندهم بالنادي، وأحيانا أشوف الطلاب الصغار ولا أشوف الأيتام. أنا عندي ولد أديب الله يصلحه ويصلح لنا إن شاء الله لكم، عمره ست سنوات، أقول أشوف أديب بينهم، أقول لو أديب بينهم والآن وأنا ماني موجود، خذ الله أمانته وأديب يتيم معهم، شو أنا بتعامل معه؟ شو أنا بالمشرفين يتعاملون معه؟ شو أنا بالناس يتعاملون معه؟ هل يتعاملون معه بالحسنة ولا يتعاملون معه بشدة ولا يتعاملون معه فلذلك أنا أقول حتى الناس اللي يتبرعون بالمال، ترى المال والله راح يصل إن شاء الله للأيتام، إنهم فعلا في حرقة أحيانا حنا ما نحسبه، حنا ما ندريبه. فعشان كذا دمعة اليتيم دايم غالية، فما بالك بعد دمعة أم اليتيم. دمعة أم اليتيم أحيانا ما لها حول ولا قوة، فما تلجأ، ما هي طالعة بالشارع تقول والله يعطونا ولا أعينونا ولا ساعدون، فهي تلجأ للجهات الرسمية والجهات الحكومية مثل الجمعيات الخيرية وما شابه. فالجمعية قائمة بدور الأب، دور الأم، دور الحاضن، جميع الناس اللي تتبرع عنهم وإن شاء الله تصلهم بإذن الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.